قدامك يا بيك ويخليك فوق روسنا يا رب. قال لي لاشوف عم يتوصوا فيك منيح بالاشلاء. اي والله يا بيك صرت يوم اي يوم لا انزل على البيت. عال عال صاحبي بيسألك صحيح هذا مختاركم ابو وضاح راح على الحج؟ اي والله يا بيك راح على الحج. وليش ما قلت لي؟ الزلمه صاحبي وبيعز علي كنت رحت ودعته. والله يا بيك انت مقامك عالي يعني اعلى من كل هالناس. بعدين والله ابو وضاح ما بيستاهل. ليش بقى ما بيستاهل؟ يعني والله يا بيك ما بعرف شو بدي اقول لك. يعني الزلمه جوز عمتي بس الواحد ما بصير يحكي الا الحق حتى لو قلعت على راسه، صح ولا لا؟ ايه مزبوط بس احكي شو في؟ يا بيك هذا يوم دبروا لي الدباره ورحت على العسكريه. ايه قال اذا كنت شادد ظهرك بسالم بيك خلي سالم بيك ينفعك اذا بيقدر. ايه قلت له سالم بيك بفك مشنوق وكلمته ما بتصير تنتين. قال اذا كان الحكي صحيح ما كانوا قلعوه وظيفته بالدفتر دار. ادب يا ولد، انا ما حدا طردني من الوظيفه. امرك يا بيك وانا بعرف بس انا حبيت بري زمتي قدامك واقول لك شو عم يحكي عليك هو وابنه. ابنه كمان عم يحكي علي؟ ايه والله يا بيك قال عنك انك مانك بيك. شلون يعني مالي بيك؟ يا بيك قال طلع فرمان سلطاني بحرمانك من البيكويه لانك طلعت حرامي. العفو يا بيك والله هو اللي عم يحكي هيك، انا ما قصدي بس بدي اياك تعرف كنت. شو؟ هو هيك عم يقول؟ ايه والله يا بيك. طيب في حدا سمعه لما كان عم يقول هالكلام؟ ايه يا بيك في لكن في يعني في شهود؟ ايه في شهود. روح جيب لي واحد بس من اللي سمع هالكلام. يلا امرك يا بيك. والله أنا بحبك. يلا يلا أهلين معلمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين رويدة خانوم؟ فوق رويدة خانوم بأوضتها. معلمي؟ في وحدة بتقول لجوزها معلمي مشان هيك تجوزها. ايه كان يقل كنت بقول له معلمي وسيدي وتاج راسي. توبلي عم تبردوا. قولولي تبروني. لا يا عمو لا تخافي، مالنا عم نجوع ولا عم نبرد، وكتير مبسوطين ببيت تيتا ام شاهر. وعم شاهر كل يوم بيجيب لنا اكلات طيبه، طعمه بسكر وراحه وبلضمينا، واخذنا سيران على الربوه وشوينا لك هاللحمه. يا عمو ان شاء الله تعي روحي معنا على بيت تيتا ام شاهر، والله كتير عم نشتاق لك. وبعدين يا عمو ليش اخوالي ما بيبوسونا وبيحملونا مثل ما كانوا يساووا بالاول؟ يلا يا حرمي خدي هالبنات وديهن لأهلهن. يا كرمين قتلك، معقول يكون ولاد حماك مالن قد بقتلك؟ يا ريتك كملت كلمتك قبل ما تموت وقلت لي مين اللي ضربك. اي والله لأشرب من دمه. متت وانت زعلان مني وما كنت تصدق انه حرمتك خاينة. ما حسرتي عليك يا ابني، تيتمت قبل ما تخلي. شو ذنبه هالولد يخلق يتيم ويعيش يتيم؟ اذا كان كلام اخي جواد صحيح واخواتي مو هني اللي قتلوا جوزي، مين بده يكون قتلوا لك؟ شاهر ما في غيره. الله ينتقم منك يا شاهر.
ما برتاح وبيشفى غليل لحتى أخذ بدارك يا غالي، ومنية شهر لازم تكون على إيدي. إيه على إيدي، أنا يلي اتجويت أولادي تيتم وتشرد، الله ينتقم منك يا شهر. مجاعة الحق يا جماعة، بقى الله يرضى عليكم. انتوا شوفونا هالعيال الفقيرة يلي عادة بياخدوا من الصندوق، شوفوهم كم عيلة، نعطيهم اللي الله بيقدرنا عليه. الله يجيرنا. امبارح مرقت لكم النحبة بالجابي، وشوفي يا جماعة شوفي بتقطع القلب. أطفال قاعدين على أساس الحيطان، وشي ميت من الجوع وشي عم بيموت، وطنابر البلدية عم تحمل بها الميتين وتاخذهم تطمر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. والله يا جماعة إحنا طاحونتنا وقفت، عم يجوا الزابطية على غفلة ويقشوا كل شيء. بيكون الواحد جايب له رطل رطلين قمح مشان يطعم أولاده، بيجوا بياخذوا له إياه. إيه نعم سيدي، إيه نعم، طلع فرمان من الدولة، كل مين عنده برغول قمح عدس يعني كل شيء حبوب بيتاكل بده يسلمهم للدولة. بحقهم ولا ببلاش؟ لك سيدي بحقهم، بس شو بده يعطوه يعني من الجمل ابنه؟ وسمعت كمان انه الطواحين بدها تصير تطحن للعسكر، ويمكن ببلاش. حرب يا جماعة حرب، الله يجيرنا منها. الله يبدل الأحوال بأحسن. ما ضل تقوى يا جماعة، التقوى أقوى. إيه والله إيه والله. لك والعياذ بالله، قال في حريم عم يطلعوا على الطريق مكشفين عن وشه. أعوذ بالله أعوذ بالله، شلون الله بده يرحمنا بعد هالشيء يا لطيف. لك لا، وفي منهم كمان عم يكشفوا عن شعرهم، شو بدي يصير أكتر من هيك لسه؟ يا سيدي يمكن صرنا بآخر زمان وقربت القيامة. إيه نعم، ما هذا زمن البرغوت، الله يجيرنا منه. يا ولد تعال هون، تعال مو هيك. هذا الولد اللي اسمه وضاح راح على أخذ عسكر؟ لا لا والديك ما راح. ليش ما راح؟ ظاهر أبوه دبره ولا دفع له بدل؟ لا يا بيك، وضح صار وحيد بعد ما توفى أخوه، مشان هيك ما بيروح على أخذ عسكر. أيوة، يعني إذا رجعنا وحيينا أخوه إيه بيروح على أخذ عسكر. شو عليه؟ منحييه. شو عم تفكر يا بيك؟ روح يا ولد قل له لجمعة يحضر لي العرباي. يحضر. وهذا البس المبسباس اللي ما بياكل الا ملبس، وهذا الطبع بالغابه عم بيخانق بديابه، وهي فخمه. اهلا يا ابو رضا. اهلا فخمه. ابن نفس الابن. شو مالك ذابح اليوم؟ والله شوفت عينك. وليش بقى؟ ليش انه مبارح نص الرزق قبيته انتزع وما نفعت. لك عمي الشي صار غالي كتير والناس ما معها تشتريه. القبضاي بيناتنا اليوم بيشتري له غيفين خبز لولاده. انزل انزل على باب الجابي وتفرج. يا لطيف يا لطيف. حكى لي ابو محمد الله يعين على الحالة. الله يفرج يا سيدي. الله يفرج على عباده. لا الله، العالم كتير تعبان. لك يروح عم يروح، انا مش هتروح، ما لقيت الا انا. خذ عم يخذ، الله يفرج علينا وعليك.
لا حول ولا قوة إلا بالله. شو قصة الشحادين كل يوم؟ شحاد رايح شحاد جاي. شو نسايا أبو هبة؟ الجوع كافي. خلنا نجينا مصير نشحد مثل حكايته كمان. شو سيد راسي أبو رضا فخي؟ معك فرج يعني؟ شو الشغلة سيرة؟ الواحد يتفرج له باليوم مرة مرتين وخلص. أبو نجيب اسمع مني وروح لنواحي الغوطة على المرج عبضية على اليمين، شنو أهل الحارة كلهم تفرجوا عندها. قلتك والله يمكن أحسنها، والله أحسن. اي والله يا ابو نجيب، هو الفخر عم يحكي مظبوط. وهنيك بتاكل وبتشرب وبتنام بلا. شو الحكي؟ مثل ما عملنا. السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام يا باقي. شرف يا بي. ان شاء الله بالعز. الله يزيدك عز يا رب. سيد راشد، شكرا يا باقي الله. فهمني، شلون بدي اكل واشرب ونام ببلاش؟ ما بفوت مخي. لك يا ابو نجيب، اهل الضياع بيعدوك ضيف عندهم، مشان هيك بيطعموك وبيسوون، وباخر النهار بتروح لعند المختار بتتعشى وبتنام عنده. يا سلام. طيب سيد راسي بلكي قلعوني؟ لا ابو نجيب ما بيقلعوني. ابو نجيب بفكر كل الناس مثله، ما خاطير الضياع هنيك فاتحين ابوابه لكل الناس والغربتليه والمقاطيع اللي مثله. واللي بيشتغل فيهم مخبيهم. اها برافو عليك، هذا المهم. شو ما خطيت بالي فكرك، شو ما خطيت بالي. الله عليك يا ابو نجيب، الله عليك. بدك تعذرني يا سالم بيك، الحديدة حامية. حبيبي انت اسمع القصة بالاول وبعدين احكوم. مو قصدك انه ما يروح على العسكرية؟ لا، انا بدي اياه يروح على العسكرية. اوف اوف اوف، وليش بقى؟ تفضل يا باشا. شو هاد سالم بيك؟ هدول عيدية مشان الولاد. ولو سالم بيك، والله ما بدنا غير سلامتك، ولو ان احنا بدنا خدمة حريز. ايه ما قلت لي شو قصته هذا الشاب؟ يا سيدي قصته انه وحيد، بس له اخ مات من 3-4 سنين. وشلون بدنا نسوقه؟ سالم بيك الوحيد ما بيروح. بدنا نعيش اخوه بمعيدك يا باشا. سبحان من يحيي العظام وهي رميم. شو رأيك بهالشغلة؟ تزبط؟ تزبط، وليش حتى ما تزبط؟ وبكرا الله راد بينام بالإجلة، تكرم عينك سالم بيك. يا عيني عليك. بس ما قلت لي ليش بدك يا يروح على أخد عسكر؟ لأني بدي إياه يروح يجاهد بسبيل الله يا باشا. بخيلك يا أبو الضح، بخيلك. رح أختني نار وشعلة بقلبي. استهدي بالله ووحدي الله يا أبو الضح. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. دخيلك يا أبو الضح، بوس إيدك رجعني عالشام. شو بلا أبو الضح؟ شو أخذك عالشام؟ شو مفكري نحن بالكسوة ولا بديرية؟ بيننا وبين الشام مشي أيام وليالي. قولي على قامتي، أكيد الأولاد صاير لهم شي. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرضى عليك. استهدي بالله وروقي، شو بده يصير لهم يعني؟ بعرف ما في خواص، طول عمرك موسوسة. استهدي بالله ومشوارنا طويل يا موضح، الله يرضى عليكي. هدي بالك ما راح يصير له شيء ان شاء الله. يا الله تصبحوا على خير. انت بخير يا بي. وانت بخير تقبرني. وسالم بيك صدقوا لبيع العرق زوز. ايه يا مو صدقوا، لك شو صدقوا صار يفور ويغلي، صرت انا احكي معه ما عاد رد علي ولا عاد سمعني. وعرفت شو راح يساوي؟ لا يا مو والله ما عرفت، بس حسيت لك عليه وكأنه بده ينتقم منه لوضاح. إلهي ينتقم منه، إلهي وانت جاهي يا رب. قال راحوا على الحج، إلهي إلهي ما يرجع حدا منهم. يا مو حطوا لي عشاء خليني آكل وروح على الإشلي أنا. من عيوني تقبرني، هلأ بخلي سلمى وزكية يحطوا له. لا يا مو لا، ما بدي لا سلمى ولا زكية، يا أنت بتحطي لي يا أما بروح بتعشى شوربة بالإشلي. لا أيوه بقوم تقبرني من عيوني هدول، شو تتعشى شوربة الإشلي؟ أما شو شوربة يا أمي؟ كلها زيوان، تقولي راشين فيها خردو، بس بتضل أشوى من شغل سلمى وزكية. هلأ دقيقتين بحط لك تقبرني. Thank you.
عيني عليك على الفكرة. ايش بدي احسن من هيك؟ هيك باكل ببلاش وبتضيع وبنام. خليني بكره مطلع الضوء اذا الله راد بنتيسر لفوت اكل لي زبيبتين زيت ومتين اسمط حالي احسن شيء. يا مو شو يا مو؟ تعي لقلي تعي. شو بك يا مو؟ وضاح. شو بوضح؟ طار. شلون طار؟ يعني رح ياخدوه على الأخذ عسكر. شو هالحكي؟ بس لا جيبي سيرة لحدا، نحن ما دخلنا. الله يبشرك بالخير. والله إذا هالحكي صحيح لأعطيك ليرة ذهب على هالبشارة. صحيح. رويدا، أنا وعدتك وعهدتك ولساتني عند عهدي وعدي. شلون؟ فهمني بس شلون؟ بعدين فهمك. بس هلأ قليلي، لساتك بتحبيني ولا كرهتيني؟ أنا ما بقدر أكرهك، بس الله يسامحك. مين اللي جاي عم يدق علينا من نص الليل؟ سلام وقولا من رب الرحيم، سلام وقولا من رب الرحيم. خير يا وضاح، شو بكي؟ شفت بالمنام وضاح وقع من على الفرس. إن شاء الله حاجتها تسيبها. فوتي نامي وأنا فيك على صلاة الصباح، وبعد صلاة الصباح بإذن الله بشي ساعة زمان نتيسر. فوتي نامي وصلي على النبي. يلا اللهم صل على سيدنا. أنت فلان وضاح خشاب؟ إي نعم. أنت مطلوب أخذ عسكر، متخلف عسكرية كمان، بشرف معي.